أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين وأعضاء السلك الدبلوماسي. وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى ملك مملكة تايلاند وشعبها الصديق بهذه المناسبة، وتمنيات سموه لمملكة البحرين وشعبها الصديق بهذه المناسبة المزيد من التقدم والازدهار. وقال سموه: إننا حرصنا على المشاركة في هذا الاحتفال لنؤكد عمق الروابط التي تجمعنا بمملكة تايلاند وشعبها الصديق، والذي يجمعنا بهم تاريخ طويل من الصداقة والتعاون ورغبة منا أن نشاركهم في أفراحهم. وبهذه المناسبة أشار سموه بما وصلت إليه علاقات التعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة من مستويات متقدمة في شتى المجالات. كما أكد سموه حرص مملكة البحرين على تطوير مجالات التعاون مع مملكة تايلاند الصديقة وفتح آفاق جديدة في شتى القطاعات بما يعزز من الشراكة القائمة بين البلدين ويلبي التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.